هذا زيت سائل من قوارير الزيت اللي تم تفجيرها حاليا في سلع تموينية بمدينة زليتان. انتم حاليا تضموا بإطفاء حريق شمس في مخزن سلع تموينية. من قبل من هذا ولع الحريق؟ هذا من قبل قصف العدوان الاستعماري. اليوم شنو احنا في ايام ربيع؟ اليوم الخميس موافقة 21/7/2011. الساعة متى تجيش تقرب لي حتى تقريبا؟ حوالي الساعة 11 في الليل. باهي نشبح فيها النار مشتعلة وفي جنبك هنا في انهر، انهر شنو هذه؟ هذا الزيت، هذا انهر زيت، هذا تموين كله، سلعة تموينية كلها، دقيق، رز، تموين يعني للناس المتضررة من مدينة مصراتة الهاربة من العصابات. وتموين مصراتة وتموين زليتني. شنو يتوفر من داخل المخازن يعني مثل التموين؟ زيت، طماطم، دقيق، رز، سميد. أربع سيارات، خمس سيارات يعني تشبه فيها المخازن معبية نارة تاكل فيها. هذا من قصف الناتو. الناتو يحمي المدنيين؟ هذا يحمي المدنيين، شوفوا بالطريقة هذه، هذا تموين المدنيين، ماكلة المدنيين، العائلات. عائلات يعني تكفي العائلات شهر واثنين. هذا شوفوا، هذا مدارها الناتو اليوم، قصفها.